ده في فير بلاي في اخر جزء من حصتنا اليوم، نحكيو ايضا على تغييرات المدربين اللي عصفت بهم الجوله الاخيره للبطوله الوطنيه. كنا حكينا في اول حصه على الاولمبي البيجي تغيير خالد بن يحيى، ايضا السيابي بدل المدرب نتاعو وتعيين سامي القفصي مدرب جديد للفريق خلفا القيس اليعقوبي. معنا بالتليفون السيد حسني الساحلي نائب رئيس النادي البنزرتي. سي حسني اهلا بك. وبيك عشوائي سليم. دونك سي حسني، فاجئنا شويه قيس اليعقوبي ما عندوش برشا من يتسلم مهامه في السي بي، تغيير الاطار الفني. اول حاجه الساعه سؤال، هل هي اقاله استقاله تعلق بالتراضي ولا شنو بالضبط؟ ولا تنجم تقول خويا سليم تعلق بالتراضي، رينا معناتها من الاصل احسن نتجهوا نحو سامي القفصي والجمعيه، خاطر دخلت برشا احاديث راهو احنا ما نشكوش في قدرات خونا قيس، ومعناتها كما تعرف معناتها قيس يعقوبي معناتها اسم راهو كونترولور في تونس، وما مشاتش معاه دونك ما مشاتش معاه، رينا من الاصلح ماش نتواجهوا مع سامي القفصي والجمعيه، انا ماش يستنى فينا ماش في تطاوين معناتها يلزمنا توافوا في بنزرت، ومن بعد نمشيو للنادي الافريقي اللي هو كونكيرون معناتها ديريكت، ورينا من الاصلح ما ندخلوش في متاهات وفي شكوك وتاويل نتاع عباد وواحد، احنا ما نتوقعوش الحاجات هذوما اللي باش تصير، ولكن معناتها من الاصلح باش نركحوا الجو معناتها هذا اللي راهو تركيح الجو، خاطر الجو بدا يتعكر شويه في بنزرت، احنا كدورنا كمسؤولين وكاداره رينا من الاصلح نتاجوا مع سامي قاسي اللي هو الجمعيه وحكينا مع قيس ومتفاهمين والامور خمسه على خمسه معناتها في الجمعيات الكل كل معناها تنحى قيس اليعقوبي خاطر المقابله الجايه مع الكلوب هكا. ما نقولكش انا حكايه خويا، ما تحملنيش كلام تاع اللي خويا ما نحبش ندخل في متاهات هذوما خويا سليم، ولكن خويا من الاحسن احنا نراو احنا تفدي كل تاويل معناها حاصل مع سامي القفصي اللي هو ولد جمعيه وجمهور نادي رياضي البنزرت ياكريت وجمهور صعيب وغير على جمعيته وفي بنزرت فما كان الكوره والبحر، نحبوا احنا زاد الثقه نتاع الجمهور اللي عاتي هنا ورينا من الانسب سامي القفصي خاطر على الجمهور زاد حق وحق جمعيته وش يضرب على جمعيته، وانا نراو زاد شنو فاش قاعد يقول الجمهور شنو هي الاراء نتاعو، ورينا من الاصلح في الوقت هذا سامي القفصي. معناها تفادي لكل تاويل هكا. صحيح تفادي لكل شيء، وسامي القفصي زاد قام زاد خدم في سليمان اعطانا نتائج ايجابيه على ما يعطيش لجمعيته اللي هو ولد الجمعيه. تو باش نجيك سي حسني. كله انا شنو نحبوا؟ نحبوا انا النتائج الايجابيه اللي توا في الوقت الران الجمعيه مستحقتها لهم. باهي دونك خاطر السباق بين تفادي النزول تو نجيك لتعيين قيس لتعيين سامي القفصي، نحب نفهم جوست اسباب الاقاله نتاع قيس اليعقوبي، معناها خاطر المنافسه توا مع الكلوب وقيس ولد الكلوب ودونك الكلام كثر في البنزرت. لا 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 ماذا بينا جمهور معنا وجو الملائم فهمت انا شنو هي سي دي كونديسيون كي رينا لي كونديسيون مع سامي القفصي اخير مع قيس اليعقوبي تنجم سامي القفصي قيس اليعقوبي خويا يخدم على روحه مشكور ويرحم والديه وساسبيون نعاودوا نخدموا من بعضنا عمل اربع مقابلات فوز تعادل زوز هزائم شفتوه هذا مش كافي للسي بي ما مشيتش مع لا غالب خويا ما مشيتش معاه نشوفوا توا والجمعية ان شاء الله تحسن النتائج وان شاء الله النادي الرياضي البنزرتي خويا عم يجينا القوة في الناسيونال ان شاء الله. كيفاش تقبل الديسيزيون قيس اليعقوبي؟ تقبلها نورمال، تقابلنا قعدنا حكينا واحد ومتقبلها، قال خويا انا ما نجمش نزيد نعطي البلوس هذايا، حقكم جمعيتكم بكل روح رياضيه ومشكور زاد سي قيس اليعقوبي. باهي البديل سامي القفصي تجربته الثانية هذه ليه في الرابطة الأولى، الاختيار عليه فقط خاطر ولد الجمعية ولا شنو بالضبط؟ على خاطر ولد الجمعية ورجل كف سامي القفصي معناتها ما نشكوش في قدراته. وديما يقعد ولد جمعيتنا ويظل ديما واحد ولد جمعية يحس بالمسؤولية أكثر معناتها واحد يكون صادق مع روحه فهمت، ديما ولد جمعية يحس بها جمعيته باش يراها ماذا بينا توا العباد اللي نجم يقدم ويعاون للجمعيه خويا مرحبا به في الوقت الراهي. باش يكمل الموسم على شنو اتفقتوا بالضبط؟
كيفاش خويا؟ قلت لك باش يكمل الموسم مع شنو اتفقتوا بالضبط؟ يكمل الموسم مالا جاي شامل نمط الزوز ولا لا لا ما ندخلوش يا خويا يخدم على روح نوفروا له كل شيء. جو كاونتوراج توا ما بين ستاف تكنيك وجواريت والاداره جو باهي فهمت؟ شنو هي اللي ناقصه؟ تعرف تروشيك تعرف نتائج تدخل تعرف يدخل الفيكتوار ان شاء الله نهار الاربعاء معناتها تهوين خويا انا ناكد لك معناتها تحسن شويه تحسن برشا الامور زاد برشا تحسن برشا وبيبان ميم حتى على ستريس سيكولوجيك على جواريت ان شاء الله تتحسن خويا هذا اللي قاعدين نخدموا عليه في الوقت الراهن. من المفروض بدا اليوم سامي القفصي مهام هو سامي توا خويا في دردونه قاعد يخدم على جواريت واضح. يعطيك الصحة شكرا لك سيد حسني الساحلي نائب رئيس نادي البنزرت على تدخلك معنا. شكرا وبالتوفيق ان شاء الله للسي بي في بقيه مشوار الموسم الحالي. شكرا سيد حسني الساحلي على كل التفاصيل ما ديتنا بها بخصوص موضوع اقاله قيس اليعقوبي وتعيين مكانه سامي القفصي المدرب السابق للمستقبل سليمان. هكا نكملوا في البلاي اليوم. شكرا لمالي بن نصر في الاخراج تقوى مديوني والنصر الساكري في الاخراج الرقمي ايضا محمد بسعيدي زميلنا متربس من معهد الصحافه اجمل تحيه.